الحديدة عشرات الاختراقات للتهدئة وتضارب في المفاهيم والتصريحات. ترى هل تنجح جهود تثبيت وقف إطلاق النار لتنجح معها مساعي تنفيذ اتفاق الحديدة؟ في أول خطوة إجرائية على الأرض، عقدت اللجنة المشتركة في الحديدة أول اجتماع لها برئاسة لواء باتريك كومرت. كومرت ذاته كان قد صرح في وقت سابق إن الخطة الزمنية ضيقة للغاية ويجب على الأطراف الإيفاء بالتزاماتها بالهدنة. كما أكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار بالحديدة أن حل الأزمة في يد اليمنيين أنفسهم، وأنه قدم للمساعدة في تنفيذ التفاهمات التي اتفقت عليها الأطراف في ستوكهولم. غير أن معاول الهدم لا تزال تلوح في أفق الهدنة، سجلت عشرات الاختراقات في مداخل ومحيط مدينة الحديدة. فهل تنجح المساعي بجلب السلام للحديدة رغم كل ذلك؟ على وقع الهاوينات وأصوات الرصاص، تعقد اللجنة العسكرية المشتركة في الحديدة أول اجتماعاتها برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كامر. لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين عن الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي من أجل تنفيذ أولى خطوات اتفاق السويد بشأن الحديدة وترتيب الانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة أيضاً. غير أن ما يلوح في أفق الأزمة يحمل الكثير من التناقضات والأسباب التي قد تحول دون تحقيق أي منجز على الأرض. فقد أعلن الحوثيون عبر تصريح أطلقه وكيل محافظة الحديدة المعين من قبلهم أن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً، وهو ما عده مراقبون خرقاً سياسياً لاتفاق الحديدة برمته. غير أن هذا الخرق يأتي تتويجاً لخروقات ميدانية كثيرة، إذ تقول المصادر إن اشتباكات بمختلف الأسلحة شهدتها الأجزاء الشرقية من مدينة الحديدة. ما زالت الخروقات من ميليشيات الحوثي ما زالت قائمة إلى يومنا هذا بالصواريخ الكاتوشة وبالقذائف الهاون على قرانا وعلى مزارعنا، وما زالت مزارعنا إلى اليوم، مزارع التحيتة، مزارع الجاح ملبدة ومزروعة بالألغام والعبوات الناسفة. ناهيك عن قصف مدفعي طال حي المنظر في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، وبحسب عسكريين فإن القصف طال أيضا عددا من القرى والأحياء في محيط ومداخل المدينة. خروقات سياسية وعسكرية تكاد تئد أول سلام مأمول وجزئي، رغم دعوات رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي أكد أن الخطة الزمنية ضيقة للغاية ويجب على الأطراف الإيفاء بالتزاماتها بالهدنة. عبد العزيز جباري عضو فريق المشاورات كان قد صرح لقناة بلقيس أن الاتفاق حدد انسحاب ميليشيا الحوثي في 26 من هذا الشهر. ولفت جباري إلى أن الاتفاق ينص على خروج الحوثيين من الحديدة بشكل واضح وجلي، وأكد أن المجتمع الدولي تعهد بخروج قوات الميليشيا من المدينة وموانئ الصليف ورأس عيسى تمهيداً لخروجهم من المحافظة بشكل عام. فهل سيتم الالتزام بالجدول الزمني للانسحاب أم أن خروقات الميليشيا قد تهشم وجه السلام في الحديدة؟ مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي في الاستوديو فيها الكاتب الصحفي الأستاذ وديع عطا. أهلا بك أستاذ وديع. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. حياكم الله أستاذ وديع. إذن اليوم اللجنة المشتركة عقدت أول اجتماع لها في الحديدة بحضور ممثلي الطرفين برئاسة اللواء كومرت. هل تعتقد أننا بصدد تنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض بشكل فعلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أقول بأن الحديدة هي الآن عنوان المزايدة السياسية والمناورة السياسية على المستوى الدولي. هناك تجاهل كلي للمعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الحديدة بشكل عام. دعني اليوم أحدثك كابن لهذه المحافظة وليس بصفتي ناشط سياسي أو حتى صحفي. أريد أن أقول بأن الحديدة هي الغائب الحاضر في هذه القضية، يتم تغييبها تماماً كما لو كان الحوثيون هم أبناء البلد ونحن الغرباء. يعني هناك تجاهل لمعاناة أكثر من 400 ألف نسمة نازحين، إلى 600 ألف نسمة نازحين من أبناء هذه المحافظة هجروا بفعل وجود هذه الميليشيا المسلحة. شخصياً لست متفائل بأي تنفيذ
وبأن الحرب ستتوقف أو أن التسوية ستتم، لأني أراهن على حماقة الحوثيين، وأراهن بأن الحق لابد أن يعود لأهله، وهو عودة أبناء الحديدة إلى مدينتهم، أن يعود النازحين إلى مناطقهم، أن تعود المياه إلى مجاريها يفترض، يعني ما يثير الاشمئزاز، ما يثير الاستياء أيضا، بأن ترى الحوثيين يتصرفوا ولا كأن انقلابا حدث، ولا كأن هناك يعني حربا حدثت، وكأن الموضوع فقط تسوية وقفز على كل الأسباب التي أدت إلى المعاناة التي يعيشها اليوم أكثر من 4 ملايين نسمهم سكان 26 مديرية يعني في محافظة الحديدة، وهي الثاني أكثر محافظات من حيث عدد السكان بعد تعز. الحديدة اليوم بحاجة إلى أن ينتصف أو ينتصر للمظلومين فيها، المجتمع الدولي لا أن يزايد بمعاناتهم. يعني ألا ترى في هذه الخطوات إلى الآن، يعني ولو خطوة أولى على الأقل في سبيل تحقيق ما تتفضل به؟ يعني في هو ما يجري الآن هو خطوات تحسب يعني للمبعوث الدولي، وكأنه يحقق خطوات إلى الأمام، لكن واقع الحال في الحديدة هو تكريس للأزمة، تكريس للمعاناة، تطبيع أو توطين للميليشيا، يعني في بلاد ليس ببلادهم قدموا إليها بالسلاح، جاءوا إلى الحديدة على متن الأطقم العسكرية، لا يمكن القبول بهم أبدا حتى كمكون مجتمعي، حتى إلا إذا ألقوا السلاح وجاءوا عبر الطرق السلمية المجتمعية التي تجعلهم شريكا شعبيا ليس شريكا مسلحا أو عسكريا يأتي بقوة السلاح. الحوثيين اليوم ومن يعني وأذنابهم من أبناء محافظة الحديدة المحسوبين للأسف على الحديدة، لا يمكن أن يسوقوا علينا يعني هذا الواقع الذي جاء أصلا بقوة السلاح. لا يمكن أن يقتنع أبناء الحديدة أصلا ببقاء الحوثيين كميليشيا مسلحة. اليوم المعتقلين لا يزالوا داخل معتقلاتهم السرية داخل مدينة الحديدة، المبعوث الدولي أو ممثله العسكري عليهم أن يذهبوا أول حاجة لرفع كل مظاهر المعاناة عن أبناء مدينة الحديدة، ليقتنع أبناء الحديدة بأن تغييرا سيحصل على الأقل. المعتقلين لا يزالوا في معتقلاتهم، السجون السرية لا تزال تتكدس فيها الناس الأبرياء، ما من يوم يمر إلا وهناك معتقلين جدد، 16 أسرة فقدت عائلها بسبب التعذيب في سجون الميليشيا، لا تزال حتى الآن بحاجة على الأقل إلى تعزية، إلى من يقول لهم بأن هناك حسابا سيتم لمن اقترف هذه الجرائم. يعني القفز على هذه الجرائم، القفز على هذه الحقائق لا يعني بأي حال من الأحوال بأن الأمور ستذهب إلى طيب خير داخل مدينة يعني الحديدة. أنا أتفهم ذلك، أتفهم مسألة المعاناة الإنسانية، وبطبيعة الحال غالب الناس يفعلون، لكن أسألك الآن، هل تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض، الخطوات التي تمت إلى الآن، تعني أن هناك أمل لإحقاق نوع من العدالة لهؤلاء الضحايا، أم أن ترى المسألة بشكل آخر؟ قلت لك وأؤكد بأني لست متفائل بأن هناك يعني حل سيكون للمعاناة في الحديدة بغير انسحاب الميليشيا. أي حل لا يقتضي انسحاب الميليشيا من الحديدة فإن المعاناة قائمة، المعاناة قائمة ما بقي النازحون خارج بيوتهم، المعاناة قائمة ما بقيت هذه الميليشيا تنخر في 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 شوارع مدينة الحديدة وتكرس الإفقار وتكرس الانتهاكات على مرأى المجتمع طيب. الدولي. أبناء الحديدة ليسوا معنيين بأي حلول يفرضها المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة ولا التحالف ولا أي طرف في هذه الدنيا أن يفرض عليهم بأن يبقوا تحت سلطة طيب. هذه الميليشيا. هل هم المسلحة. قادرون على فعل غير ذلك؟ نعم. طيب سنعود إلى هذه النقطة، كيف يمكن أقول بأن أبناء الحديدة قادرون على أن يجدوا أكثر من بديل أيضا ليكافحوا ويناضلوا في سبيل انتزاع حقوقهم؟ طيب سنعود إلى هذه النقطة، لكن دعنا نشرك معنا في الحوار الآن الصحفي سامي الأهدى الذي ينضم إلينا من داخل الحديدة. أرحب بك أستاذ سامي. بداية ضعنا في صورة الوضع الميداني في الحديدة، ما الذي جرى اليوم خصوصا بالتزامن مع أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار بقيادة اللواء كوميرت؟ نعم، في الحقيقة كان الوضع الميداني في مدينة الحديدة عسكريا هادئ جدا، لم تشهد المدينة اليوم أو الجبهات داخل المدينة أي خروقات عسكرية، لكن حدثت هناك خروقات في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة تحديدا في كيلو 16 في القرى الريفية جنوب شرق كيلو 16، وهنا أقصد قرى الزعفران وقرى ريهمي أيضا جنوب المطار
أيضا في مديرية حيس ومديرية الجراحي. في مديرية الجراحي حدث تبادل القصف المدفعي وسقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح. على المستوى السياسي كانت تحركات الرجل اليوم أو بدأت تحركات الرجل فعليا بعقد لقاءين. اللقاء الأول كان في فندق قصر الاتحاد الذي يقع في شارع 50 على خطوط التماس بين طرفي القتال شرق مدينة الحديدة. أيضا كان هذا اللقاء مخصصا لسماع الأطراف أو طرفي النزاع أو ممثلي الحكومة الشرعية وممثلي جماعة الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. استمع الرجل إلى مواقف الوفدين من بنود اتفاق ستوكهولم، خصوصا تلك البنود الغامضة التي لم تفسرها الأمم المتحدة حتى الآن وتركتها لتحركات باتريك كامرت وكبير المراقبين الدوليين. طيب في هذا السياق يعني بداية دعنا من ننطلق من هذا الاجتماع، حضره ممثلي كلا الطرفين كانوا موجودين فيه، لكن أيضا شاهدنا وجود أبو علي الكحلاني أيضا أو كما تبدو الصور فيه، يعني هو كما يبدو أو كما قدم على أنه مدير الأمن في المدينة، أليس كذلك؟ بالنسبة لصورة أبو علي الكحلاني التي عرضت تقريبا كانت خلال لقاء باتريك بوفد الحوثيين فقط في ميناء المدينة وخلال تجوله داخل المدينة يوم الاثنين الفائت ويوم الثلاثاء، لكن اجتماع اليوم كان يمثله وفد الحوثيين الثلاثة والمعروفون الذين يقودهم اللواء علي الموشكي المعين من قبل الحوثيين رئيسا لهيئة الأركان. أبو علي الكحلاني هو ليس عضوا في هذه اللجنة أو ممثلا عن الحوثيين، لكنه هو المشرف الأمني ورجل الأمن للحوثيين داخل الحديدة. أيضا هو نائب رسميا أو كما يحبون توصيفها الحوثيون هو نائب مدير الأمن، لكن في الحقيقة هو الرجل صاحب القرار الأول على مستوى الأمني داخل مدينة الحديدة. لكن المعلومة التي أريد تأكيدها الآن منك أن هذه الصورة لم تكن في الاجتماع المشترك. أنا لا أقصد أي صورة بالضبط أنت تقصد، الصورة التي تواجد فيها أبو علي الكحلاني سيد سامي التي تم تداولها خلال اليومين الماضية. نعم. حتى اليوم كان خلف يجلس خلف كبير المراقبين باتريك كامرت وأؤكد لك هذه تلك اللقطة لم تكن اليوم بل كانت خلال زيارة كبير المراقبين لميناء المدينة ولقائه بقيادات الحوثيين. طيب في المقابل هل تجول يعني كما سميته كبير المراقبين للأمم المتحدة باتريك كامرت مع وفد الحكومة بداخل المدينة أم لا؟ بطبيعة الحال داخل المدينة لا زال تحت سيطرة الحوثيين. الرجل تجول داخل المدينة برفقة الحوثيين وفي مناطق سيطرتهم. القوات الحكومية والمناطق التي تسيطر عليها لا زالت هي عبارة عن بلدات ومديريات تقع جنوب مدينة الحديدة، نستطيع أن نطلق عليها وصف الريفية، لكن الرجل اليوم طيب الاجتماع أين كان إذن أستاذ سامي والمعذرة على المقاطعة، الاجتماع أين كان بالضبط؟ نعم هو أخذ فريق الحكومة الشرعية من داخل مستشفى 22 مايو وتوجه معهم أو اصطحبهم إلى فندق الاتحاد القريب من المستشفى أيضا على بعد أمتار تفصله خطوط التماس ما بين الحوثيين والحكومة الشرعية. كان الاجتماع الأول داخل فندق قصر الاتحاد، لكن الاجتماعات استكملت بعد عصر اليوم في فندق تاج أوسان في قلب مدينة الحديدة تحديدا في شارع صنعاء تقاطع شارع زايد. كان ولا زال الطرفان حتى الآن في حالة انعقاد دائم وربما ستستمر حالة الانعقاد الدائم لوفد الحكومة والحوثيين لمدة يومين يتم فيها بحث آلية انسحاب القوات من مدينة الحديدة. طيب الآن دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى، مسألة هل هناك انتشار لقوات عسكرية؟ ما مدى حجم هذا الانتشار للقوات العسكرية وليس الأمنية؟ بالنسبة للقوات العسكرية التي هي في خطوط القتال لا زالت متمركزة في أماكنها، لم تنسحب أي قوة من أي موقع، لا زالت القوات الحكومية كما هي في مواقعها ولا زالت قوات الحوثيين أيضا
بأماكنها، مع فارق أن الحوثيين ينتشرون بشكل كثيف داخل طرقات المدينة، وعززوا من تحصيناتهم خلال اليومين الماضية ترقبا أو تحسبا لأي هجوم. ربما أيضا حشدوا قواتهم من كل محافظة استعدادا لأي فشل متوقع لهذه التهدئة حتى يشنوا عملهم العسكري من جديد. طيب، في هذا التفصيل الدقيق بالذات أستاذ سامي، أسألك، بداخل المدينة القوات ترتدي زيا عسكريا أم زيا أمنيا قوات الحوثيين؟ نعم، منذ يومين تحديدا سكان برؤية الحوثيين يرتدون البزة الأمنية الخاصة بقوات الأمن المركزي وقوات النجدة التابعة لوزارة الداخلية. ارتدوا الزي العسكري في جميع النقاط التي كانت تنتشر في الطرقات، أيضا في أقسام الشرطة وفي المنشآت الحيوية وفي مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها. شاهدهم السكان وهم يرتدون هذا الزي الأمني في محاولة من الجماعة للالتفاف على الفريق الأممي وفرض أمر واقع على هذا الفريق. طيب أستاذ سامي، كسؤال أخير، هل مسألة يعني إيصال المساعدات الإنسانية تم تفعيلها بشكل أكبر خلال هذه الأيام أم لا؟ الحقيقة مصطلح المساعدات الإنسانية أو أن المعارك قد منعت وصول المساعدات ليس دقيقا بشكل كامل، إنما تستخدم هذه المصطلحات الأممية للضغط فقط على القوات الحكومية التي تهاجم مدينة الحديدة وعلى دول التحالف تحديدا السعودية والإمارات. الميناء لا زال يعمل بشكل طبيعي رغم اقتراب المعارك منه على بعد 3 كيلومتر، وفي ذروة المعارك كان الميناء يعمل والمساعدات تخرج عبر طريق الشام المنفذ الشمالي لمدينة الحديدة، وكانت تخرج المساعدات من هناك لتصل إلى محافظة حجة ثم عمران ثم صعدة وصنعاء وإلى كل المحافظات اليمنية. أشكرك إذن أستاذ سامي الأهدى الصحفي، كنت معنا بالهاتف من الحديدة. بالعودة إليك أستاذ وديع، إذن تواجد بزي أمني داخل مناطق الحديدة، عسكري على الجبهات خارجها، هناك تجول للكبير المراقبين باتريك كاميرت بداخل المدينة كما قال أستاذ سامي. هل هذه الخطوات طبيعية في سياق أنها مبدئية وليست، يعني أن هناك فترة زمنية، هناك نوع من التزمين لما سيحدث على أساس كما قال قرار مجلس الأمن أن هناك 21 يوم من بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في 18 من ديسمبر الماضي؟ هل نحن الآن في سياق هذا الترتيب الزمني الذي، هل نحن نمضي وفقا لهذه الآلية أم لا؟ شوف، في الإطار البروتوكولي الرسمي حسب الجدول المرسم أو المعد لباتريك، أعتقد بأنها خطوات إيجابية تعتبر في إطار برنامج عمله الطبيعي يعني، لكنها على المستوى الحقيقي لا تعتبر خطوات جادة نحو تحقيق سلام حقيقي، لأن باتريك كان يفترض يعني بأن يكون من مهامه أيضا أن ينجز خطوات بناء ثقة حقيقية داخل مجتمع مدينة الحديدة، أن يطبع الأمور على الأقل حقوقيا وإنسانيا داخل مدينة الحديدة. لماذا لا يكون من صلاحيات باتريك مثلا إنهاء حالات الاعتقال أو وقف حملات الاختطاف الذي تقوم بها الميليشيا داخل مدينة الحديدة؟ لماذا لا يقوم باتريك مثلا بزيارة معتقل القلعة؟ لماذا لا يزور المعتقلات في زبيد، في باقل، في الزيدية، في الضحي، في القناوس، في هذه المناطق التي لا يزال أبناء الحديدة أبناء الأرض أنفسهم مختطفين لدى الميليشيا القادمة إليهم بقوة السلاح؟ باتريك يقوم يعني بخطوات تشير يعني أو تبدو وكأنها يعني في طريق السلام، لكنها يعني عمليا لدى أبناء الحديدة لا تعني لهم شيء ما لم يعني يكون هناك خطوات تسوق فعلا إلى يعني إلى الطمأنة بأن الأمم المتحدة تقف إلى أبناء مدينة الحديدة. التركيز الدولي وتركيز المجتمع الدولي المنافق بين هلالين يعني بالحديدة الميناء والمركز فقط، وتهميش أكثر من يعني أكثر من 23 مديرية من إجمالي 26 مديرية حقوقيا وإنسانيا وإغاثيا وسياسيا وعسكريا، هذا ليس يعني ليس عدلا أبدا. يعني هناك مديريات لا تزال في كل ساعة تتعرض يعني للقصف العبثي والوحشي من قبل ميليشيا الحوثي،
حيث التحيتة الدريهمي الجبلية، هذه المناطق الجنوبية التي لا تزال محاطة يعني من كل الاتجاهات تقريبا من قبل الميليشيا، تقصف يوميا قرى يعني 90% من أبناء الريف الذي يتواجد فيها الميليشيا يعانون معاناة إنسانية بعيدا عن عدسات يعني الإعلام. لماذا لا يهتم العالم يعني الذي يزعم بأنه يريد السلام في اليمن بالسلام الإنساني لهؤلاء الناس؟ لماذا يتم تجاهل يعني أكثر من 90% إلى 80% من أبناء يعني محافظة الحديدة مقابل إنجاز يعني يعني إنجازات بروتوكولية لا أكثر يعني لجريفيث؟ لماذا يتم تجاهل المعاناة الإنسانية بأسبابها الحقيقية داخل مدينة الحديدة؟ دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ وديع، وهي أسئلة مهمة التي تفضلت بطرحها. نشك معنا في الحوار المحللة السياسية السيدة فاطمة أبو الأسرار التي تنضم إلينا عبر سكايب من واشنطن. أرحب بك سيدة فاطمة. إذن كثير من التساؤلات حول مدى الجدية ومدى دقة تنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بشق الحديدة فيه، كيف تراقبين الوضع بشكل عام وإلى أي مدى أنت متفائلة بهذا الخصوص؟ أولا السلام عليكم ومساء الخير لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا في يعني في إحساس كبير بتشاؤم أكثر من التفاؤل من الناس اللي جربوا الخروقات وشافوا الخروقات اللي كانت مضت في السابق، يعني سواء على عهد أيام علي عبد الله صالح لما كان في هناك ستة هدن من بين 2004 ل 2010، وفي كل هدنة تم وجود هذه الخروقات. فأعتقد أنه في يعني كمان تكلم وزير الخارجية الدكتور الأستاذ خالد اليماني أنه هناك 75 اتفاقية تم خرقها من قبل الحوثي. طبعا يعني في تشاؤم كبير من ناحية أنه وقف إطلاق النار في هذه المرحلة أنه ممكن يتم خرقه، بس أنا أشوف أنه الاهتمام الدولي ووجود الجنرال باتريك كاميرت هو شيء إيجابي بالنسبة لليمن. يعني الآن اللجنة اللي تم تشكيلها من جميع الأطراف وبالرغم الصعوبات في تلاقيها، هذه اللجنة يعني في بإمكانها أن تأخذ الخطوات الأولى يعني تعمل على التفاصيل اللي هي مش واضحة لنا في الوقت الحالي، تفاصيل وقف إطلاق النار وتفاصيل إسحاب القوات الحوثية من المنطقة. فأعتقد الضغط الدولي اللي موجود الآن حالياً على الحديدة بالرغم أنه يبدو أنه مش عادل لأنه يزيد فقط على المحافظة ومش بقية المحافظات، أعتقد الضغط في محله لأنه الحديدة لها أهمية كبيرة استراتيجية دولية وطبعاً إقليمياً ودولياً. لازم نحن نشوف أنه كيف ممكن فعلا الأطراف اللي هي اجتمعت إنها تأخذ خطوات جادة في عملية وقف إطلاق النار. وبالآخر بيتم هناك لقاء في يناير، في أواخر يناير، وفي هذا اللقاء يعني بيتم فيه مناقشة هل فعلا وقف إطلاق النار تم كما هو متوقع أو لا، ومن هي الأطراف اللي قامت بهذه الخروقات. وأعتقد أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية كبيرة أنها يعني أنها تأخذ كل طرف على محمل جد وأنها تعطي فكرة عن هذه الخروقات ومن أي جهة واصلة هذه الخروقات. طيب يعني الآن في سياق الحديث على مدى التزام كلا الطرفين ومدى التزام حتى الأمم المتحدة بما أعلنت عنه أنه اتفاق تم في ستوكهولم، نحدد ما يتعلق بالحديدة. قبل أيام كان يتحدث لنا عضو وفد الحكومي للمشاورات جباري يقول على أن هناك انسحاب لقوات الحوثيين يجب أن يتم في 26 من ديسمبر أي اليوم، لكن ذلك لم يبدو أنه حدث بالفعل. في سياق آخر يتحدث قرار مجلس الأمن على تزمين معين لهذا القرار وآلية إرسال تقارير الكثير من التفاصيل الفنية. أنا أسألك الآن كمتابعة للوضع، هل نحن الآن نمشي على الخطة التي أعلنها بالفعل جريفيث أم أننا نمشي في سياق آخر؟ أنا أعتقد أنه
يعني سؤالك يحتوي الإجابة أيضا. نحن ربما نمشي على سياق آخر، كما رأينا في جنيفا في سبتمبر لما الحوثيين ما راحوش للمؤتمر في جنيفا، كان لهم أسبابهم طبعا، ولكن هذا كان شيء المبعوث الأممي لم يكن في حسابه، لم يكن في حسبانه. فطبعا الخطط تكون موجودة، لكن مش دائما يتم يعني اتباع الخطط بتفاصيلها. فأعتقد أنه بيكون في تحدي كبير أنه يتم الالتزام بالجدول الزمني الموجود. أعتقد أنه مش من الواقعي أن يتم الالتزام بهذا الجدول، وأعتقد أنه مرة أخرى المبعوث الأممي يعني مع الأسف لا يستطيع أن يقيم الوضع في اليمن وصعوبة التفاصيل اللي هو بيشتغل عليها في الحديدة. فيعني مسألة انسحاب قوات من الحديدة يبدو يعني انسحاب سواء الحوثيين أو الحكومة تم تبسيطه بشكل كبير. نحن شفنا كلا الطرفين بقالهم بيقاتلوا فترة طويلة. الحوثيين يعني بالنسبة لهم الحديدة كما تم تصويرها كانت قضية أساسية بالنسبة لهم. فمسألة الانسحاب بهذه الصورة لا يبدو أنه منطقي أو واقعي، وخصوصا خلال الجدول الزمني هذا اللي هو المحدد. فأعتقد أنه نحن المجتمع الدولي يعني آراء غير منطقية في اليمن. طيب دعني أسمع وجهة نظر ضيفي هنا الأستاذ وديع عطاء، ما رأيك، هل سنشاهد تأخيرا في جدول أعمال هذه اللجنة في الحديدة؟ لأن هناك من المفترض وفقا للقرار تقرير أسبوعي سيرفعه يعني الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بتطورات الوضع في الحديدة، ما الذي سيقوله خلال هذا التقرير القادم على الأقل؟ تطور أم لا أستطيع أن أتكهن بما الذي سيقوله، لأنني أعول أيضا على حماقة الحوثيين بأنهم سيرتكبون أصلا خروقات عسكرية وأمنية وإنسانية وحقوقية يعني في الجبهات الجنوبية والشرقية. طيب من هل يعني والمحافظة بشكل عام مسألة حدوث خروقات، هل يعني إفشال وقف إطلاق النار والاتفاق، أم أن هذه العقوب يعني هذه الخروقات ستحمل عقوبات في نهاية المطاف؟ بالأمس الحوثيين نفذوا التفافات عسكرية أوقعت بعض الشهداء يعني على اللواء الرابع من العمالقة، وقصفوا مدينة حيس وقصفوا المدنيين في أكثر من منطقة، وهناك حملات اختطاف لا تزال مستمرة. هذه تتحدث عن حيس الآن؟ أنا أتحدث عن الحديدة بشكل عام، حيس هي جزء أيضا من الحديدة. هل يشمل ذلك أم لا؟ الاتفاق يشمله مدينة ومحافظة الحديدة، يعني إذن يشمل الكل. لا يمكن الاستثناء مديرية من الحديدة باعتبار أنها لن تؤثر على مسار السلام في الحديدة. الحديدة حينما نتحدث عن الحديدة فإنها نعني 26 مديرية، لا نعني الثلاث المديريات التي تتكون منها مركز المحافظة فقط. حينما نتحدث عن المحافظة فإننا نتحدث عن 4 ملايين نسمة، وليس نتحدث عن 600 ألف نسمة فقط سكان المركز. حينما نتكلم عن خروقات أمنية فإننا نتكلم عن حفظ الأمن والسلام لسكان المحافظة بشكل عام، لكن ايضا على الصعيد الاخر هناك اختراقات ايضا عسكريه ويعني واعمال عسكريه ايضا تقوم بها الميليشيا ايضا في اكثر من جبهه ليس في الحديده فقط لتؤثر على مسار. وهناك المطابخ ايضا، المطابخ الحوثيه، المطابخ العفاشيه التي لا تزال في صف الحوثي، لا تزال حتى الان تعمل على تسويق كثير من الاشاعات التي ممكن ان تؤثر او تصرف النظر عن ما يمكن انجازه داخل مدينه. طيب الحديده يعني هي مساله مهمه استاذ وديع، لانه في النقطه الثالثه من يعني من القرار الخاص باليمن يتحدث الخاص باتفاق السويد ودعم مجلس الأمن له، يتحدث على وأنا أنقل بالنص: من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى باتجاه مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوم. هذه صلاحيات كما يبدو لجنة إعادة الانتشار، كما يبدو يعني هناك يبدو تحديد إذن للمدينة وليس للمحافظة بشكل عام. تمام، الصياغة تتكلم يعني على افتراض حسن النوايا في الطرف الانقلابي أصلا، لكن يعني واقع الحال يقول بأن الانقلابيين أصلا لن يكون من السهولة بمكان أن يسلموا أصلا ميناء الحديدة، لأنهم يريدون أن يضمنوا أن تذهب هذه الموارد إلى صنعاء. لكن إذا ما سلمنا جدلا بأن هذه الحلول التي يقال عنها بأنها ستنفذ
فإن من حق رئيس الجمهورية يعني كرئيس شرعي ومحافظ الحديدة الحسن طاهر مثلا كمحافظ شرعي بأن يقول كلمته بعد في تعيينات جديدة يجدد فيها مثلا مسؤولية المكاتب التنفيذية، لأننا كأبناء محافظة للحديدة مثلا لسنا بحاجة في بقاء هؤلاء الخونة الذين طبعوا وفتحوا الأبواب يعني لهؤلاء الانقلابيين أن يأتوا ليحكموا الحديدة. يعني من يقف إلى جوار الانقلابيين اليوم لا يمكن أبدا الثقة بهم حتى بإدارة بقالة داخل مدينة الحديدة وليس مكتبا تنفيذيا ناهيك عن المحافظة بشكل عام. لكن إذا ما سقنا يعني إذا ما افترضنا أيضا حسن النوايا فإننا بحاجة إلى أن رئيس الجمهورية يتخذ قرارات أيضا بروتوكولية رسمية أيضا أمام العالم وأمام جريفيث أيضا بأن هؤلاء المسؤولين لم يعودوا شرعيا ولم يعودوا رسميا أيضا، لأنهم إما أن يكونوا يتبعوا الانقلاب الذي لا يعترف به العالم أصلا ولا يعترف بسلطته، أو يتبع الشرعية التي يعترف بها العالم ولا يقبل بها بديلا داخل اليمن. نعم. طيب أعود إلى الأستاذة فاطمة. السيدة فاطمة، يعني الآن في حال استمرت الخروقات كانت هناك عرقلة في مسألة تسليم الميناء وما شابه، كيف سيتعامل المبعوث الأممي مع هذه الحادثة؟ ما الذي سيجري؟ يعني أأمل أنه لا يتم التعامل مع حوادث زي هذه زي ما تعاملوا معها في السابق. في السابق كان في غموض كبير على إيش اللي بيحصل. يعني مثلا لما اختل موضوع جنيفا ما عرفناش مين اللي كان مسؤول، سواء من الطرف الحوثي ولا سواء من الطرف الحكومي ولا حتى لو كان هو المسؤول عن ما حصل في جنيفا. فالمبعوث الأممي حريص يكون حيادي لأنه في الحيادية يعني بيقدر انه يستمر في الحوار مع جميع الاطراف وانه ما يعني ما يعزلش اي طرف او الاخر. وهذه بتكون مساله مقلقه في موضوع الحديده لو فعلا استمر على النمط الحيادي اللي هو فيه. فمن المهم انه يحمل الاطراف المسؤوليه. انا اعتقد انه او اامل انه اللجنه سيكون لها مسار مختلف وانه الجنرال باتريك بيكون له أسلوب مختلف لأنه فعلا يعني يقدر يسجل الخروقات اللي هي موجودة وهي فعلا بدأت وكما سمعنا أنها كثيرة يعني من أطراف مختلفة. فهذه يعني مسألة مهمة ونحن لازم نطالب فيها. والحكومة أيضا هنا يعني يجب أن تكون دقيقة في إيصال هذه الخروقات وكمان الدفاع عن اللي بيحصل، لأنه الجنرال بيكون موجود في الحديدة وهي تسيطر عليها القوات الحوثية بالدرجة الأولى، فأغلب التواصل بيكون مع الحوثيين. فيجب طبعا على الحكومة أنها تكون يقظة يعني في هذا الموضوع وفعلا تقوم بالتواصل بشكل مكثف. ويعني نأمل أنه الجنرال يكون يعني أولا يقف وثانيا يعني في حياديته أنه يحمل الأطراف المسؤولية في الذي يحدث في الحديدة. طيب برأيك إلى الآن أيهما أكثر تعاملا بمسؤولية مع ما تم في السويد من خلال سواء الخطوات على الأرض أو من خلال أيضا التصريحات الإعلامية التي تلتزم على الأقل بمخرجات السويد؟ هل هو طرف الحوثيين أم طرف الحكومة الشرعية والتحالف؟ يعني طبعا كل طرف له تصريحاته اللي طبعا يعني كل طرف بيحاول يدافع عن نفسه ويحاول يدافع عن اللي حصل. لأن الطرفين أبرزوا الاتفاق وكأنه انتصار لكل طرف. يعني كل طرف قال نحن انتصرنا في السويد، لكن ليس هناك وضوح في مدى التزام كل طرف في ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. شوف أنا متفقة معك بالطبع، الطرفين قالوا أنهم انتصروا. أنا أعتقد أنه يعني مسألة إنه الحوثيين انسحبوا من الحديدة هذه مسألة كبيرة جدا، فلا يعني لا ممكن إنه نقلل من حجمها. فهذا تنازل كبير، ولو كان حقيقي فهي خطوة حقيقية نحو السلام ونحن لازم نكون متفائلين فيها. لكن بعد 30 يوم هذه بنشوف. يعني عندنا المثل اللي هو يقول لك خليك ورا الكذاب لحد الباب، صح؟
مفهوم. فعندنا الايام بتثبت اذا هذه فعلا يعني بتتم. وطبعا التصريحات الاعلاميه لا تبشر في الخير من الـ من الـ من الجهتين، من الطرفين، يعني لا الطرف الحوثي. حتى لو انتبهت للصحافه الايرانيه تتكلم على خروقات كبيره تحدثها الحكومه، والصحف الاخرى يعني سواء هي طبعا ضد الحوثي تتكلم على خروقات كبيره ضد الحوثي، زي ما انت سمعت ناس في الميدان يعني بنسمع نحن خروقات كبيره من ناحيه الطرف الحوثي، وهذا مش شيء نحن نتفائل فيه اعتقد. لكن اتمنى انه المبعوث الاممي والجنرال انهم يعني ياخذوا هذه المسائل كلها بعين الاعتبار، وفي الاخر مساله الانسحاب القوات تكون يعني مش سهله، ما هو زي الشعره من العجين، الامر معقد جدا. انه الحكومه فعلا لازم تكون يقظه، لانه التفاصيل الانسحاب مين اللي فعلا يعني لما بيقولوا مثلا القوات المحليه والمجالس المحليه هي اللي تاخذ او تتولى الحديده، ف يعني هي المشكله دوما في التفاصيل ما تكون. اذا اشكرك جزيل الشكر استاذه فاطمه ابو الاسرار المحلله السياسيه التي كنت معنا عبر السكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بالعوده اليك استاذ وديع، مسألة إعادة الانتشار، مسألة الاتفاق في الحديدة، الجدل الكبير الذي يخاض، وهناك المأساة الإنسانية التي تحدث في الحديدة ويبدو أنها تستمر بطبيعة الحال. كيف هو الوضع الإنساني في الحديدة؟ الوضع الإنساني مؤسف، ولعلك تتابع الأخبار أيضا الواردة من مناطق جنوب الحديدة، القصف مستمر، هناك جرحى لا يزالون يذهبون إلى مستشفيات عدن والمستشفيات الميدانية في الخوخة وحيس، وللأسف الإغاثة أيضا مضت شهور أيضا على كثير من سكان مدينة حيس المنكوبة وليس المحررة كما يقال، لا تزال يعني لا يزالوا حتى اليوم منذ شهور لم يستلموا حتى سلة واحدة. المدينة حتى الآن منذ 10 أشهر، هذا الشهر العاشر تقريبا، لم تؤمن المدينة للأسف، توشك السنة أن تكتمل عليهم، ولا يزال أكثر من 3000 أسرة نازحة خارج بيوتها منذ مئات السنين، لم يغادروا حيس إلا هذه المرة. الوضع التعليمي مشلول تماما، الوضع الصحي كذلك لا يزال أيضا دون المستوى ولو في حدوده الأدنى كذلك. هناك سوء يعني هناك سوء إدارة لمناطق المحررة، إدارة إنسانية أقصد بالتحديد، يعني لأنه الإعلام الخليجي للأسف يقوم على تضخيم الأرقام الإغاثية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الإنسانية، بينما الأرقام تقول عكس ذلك، يعني هناك انتشار لحالات سوء التغذية الوخيم بين أطفال النازحين. مديرية الخوخة على مدى عام كامل تقريبا استقبلت ضعف سكانها من النازحين، والوضع الصحي فيها مؤسف جدا، يعني المسؤولين والقائمين على المجال الصحي يقولون بأنهم يعودوا قادرين على أن يستجيبوا لكثير من النداءات، وأصبحت هناك يعني حالات للأسف تموت تحت الأشجار وتحت العشش التي نزح إليها الناس بدون أي عناية صحية حقيقية. مدينة حيس منكوبة كذلك، التحيتة كذلك منكوبة، يعني لعل من أسوأ ما يمكن أن نذكره أيضا بأنه يعني بأنه مثلا المشروع المياه الوحيد الذي يفترض أن تستفيد منه مدينة حيس منذ 10 أشهر لا يزال تحت يعني سيطرة الحوثيين، وهو في قرية تتبع مدينة الخوخة، مديرية الخوخة، منطقة يعني قد حررت أكثر من 3 مرات، لكن للأسف التحالف يرفض التمركز فيها لأسباب مشبوهة. القوات العمالقة أيضا التي تنتمي إلى الأرض أيضا من أبناء حيس، اللواء 11 واللواء 7 أيضا أغلبهم من أبناء ومن شباب حيس كذلك، يقولون بأن هناك رفضا غير مفهوم كذلك من قبل القيادة العسكرية الميدانية الإماراتية والمسيطرة في ذلك المكان، تعطيهم المجال بأن يتوسعوا لتأمين هذه المنطقة. أبناء الريف يعانون يعني يعانون حياة معقدة كذلك. طيب القرى هذا يعني كل هذا الكلام يشير إلى أهمية أن ينجح بالفعل اتفاق الحديدة، يعني ما تتفضل بقوله هذه المناطق المحررة بالفعل تعاني بهذا الشكل، إذا لابد أن يكون هناك حل أكثر نجاعة فيما يتعلق بالمناطق التي تشهد بالفعل صراع لها. لا 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 أتفق معك في هذا الموضوع، لأن يعني ما يجري هو تهميش لهذه المعاناة الإنسانية التي يعانيها سكان المناطق الجنوبية والريفية كذلك، يعني هناك مثلا قرى ريف شمير
الشمالية المتاخمة لحيث في شبه حصار تقريبا منذ سنوات، يعني مقفلة تماما ولا يستطيعون أن يتسوقون في مدينة حيس التي كانت مركزهم الرئيسي للاستشفاء ولشراء المواد الغذائية الرئيسية. 90% من ريف حيس، ريف التحيتة كذلك أغلبه لا يزال في يد الميليشيا، زبيد، جبل راس، القراحي، حملات اختطاف وتغييب للوضع الخدمي بشكل عام. يعني ما يجري في مدينة الحديدة المركز من اهتمام دولي همش تماما القضية الإنسانية في هذه المناطق. يعني ما الذي يجعل التحالف مثلا يعني يقصر إنسانيا وهو يستطيع أصلا عن مساعدة في مساعدة هؤلاء، يعني الكتلة البشرية الكبيرة، محافظة الحديدة يعني زبيد والقراحي والحسينية وبيت الفقيه، مديريات كبيرة يعني ليست قليلة، يعني المعاناة الإنسانية فيها لا تخفى عن الناس، لكن هناك تغييب للإعلام وهناك غياب أيضا للإعلام الدولي الذي دائما ما يركز على بؤر الصراع فقط، يعني بؤر المواجهة العسكرية على حساب الاهتمام الإنساني والصحي والتعليمي والتنموي والخدمي الذي يحتاجه هؤلاء الناس على الأقل ليشعروا بأن المجتمع الدولي يعني كمتدخل في هذه المنطقة الجغرافية من الوطن اليمني مثلا أحدث يعني تحلحلا إيجابيا على الأقل، لكن ما يجري هو نفاق دولي على حساب المعاناة الإنسانية واستمرارها. ما يجري هو توطين، محاولة بائسة لتوطين الميليشيا المسلحة داخل محافظة لا ينتمون إليها وليس لهم فيها حاضنة شعبية قدموا إليها بالسلاح ولا يمكن القبول بهم ولو حتى طيب في يعني هذه النقطة العالم. الآن هل أفهم من كلامك أن من يقاتل في الحديدة أن قوات الأمن الموجودة هناك ليست قوات من الحديدة، هي جميعها قوات من خارج الحديدة تأتي؟ أغلبها قوات عسكرية مستقدمة من خارج مدينة، من خارج محافظة الحديدة، ولا تزال حتى اليوم يعني الحشود الحوثية تتوافد عبر يعني سيارات الأجرة وعبر باصات الأجرة وعبر كل الوسائل التي تدخل إلى الحديدة بشكل مدني لتعزيز جبهتهم. لا يزال حتى اليوم هاشتاقهم انفروا خفافا وثقالا ويحشدون الحديدة، لكن مع ذلك يحترقونهم تحت يعني بضربات الطيران الذي يستهدفهم دائما بالاباتشي وبالاف 16، يحترقون ايضا الحديده، هي محرقه ايضا يعني على المستوى العسكري، ايضا مستشفيات اب، مستشفيات المحويت، مستشفيات صنعاء، مستشفيات حقه تستقبل جثثهم بشكل يومي لانهم يواجهون اصلا، بينما هم يناورون سياسيا ويناورون عسكريا، يعني يناورون ايضا عسكريا ويحترقون. لكن السؤال لماذا التحالف يعني يقصر إنسانيا ويقصر خدميا في المناطق الذي يتواجد فيها؟ لماذا لا يقدم الخوخر، يقدم حيس، يقدم التحيت المدينة مثلا كنماذج مشرقة للمناطق الذي يسيطر عليها؟ لماذا يتركهم تحت وابل القذائف اليومية التي لا تجعل أطفالهم ينامون؟ أكثر من 70 مدني في مدينة حيس والتحيت كذلك، والألغام الذي لا تزال حتى اليوم تفترس الرعاة والمسافرين والصيادين الذين يذهبون إلى البحر، فئة الصيادين كذلك حتى الآن مهمشين تماما وليس هناك من اهتمام حقيقي يجعلهم يعودوا ليرتزقوا من البحر ويعتمدوا عليه بعيدا عن الإغاثات الذي لا تصلهم بشكل منتظم. لماذا المجتمع الدولي كذلك يهمش الملف الإنساني بشكل عام؟ يعني حقيقة نحن كأبناء الحديدة يعني وأنا ابن هذه المحافظة أشعر يعني بالغضب الشديد أيضا لأن هناك تهميش إنساني للقضية الإنسانية في الحديدة على حساب الحضور السياسي يعني لمحافظة الحديدة. لماذا يتم اختزال الحديدة بشكل عام في الميناء والموارد والمركز فقط وليس في الحديدة الإنسان والأرض المحتلة من قبل هذه الميليشيا؟ تفاءلنا بهذا النموذج الذي أراد التحالف أن يقدمه في محافظة الحديدة يعني بإشراف أممي ليخلصنا من نموذج عدن ويخلصنا من النماذج التي تسيطر عليها الإمارات والتحالف، لكن للأسف يبدو كأنهم يريدون أن يسلمونا الميليشيا. لكن أريد أن أقول شيء، لكن أريد أن أقول شيء، أقول بأنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تفرض هذه الميليشيا داخل مدينة الحديدة، لأبناء الحديدة عرفوا كيف يحملوا السلاح ومقاومة تهامية ستعرف كيف تكافح لتستعيد أرضها. أشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ وديع عطا، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.